ما يغيبش برضو على حضرتك حالة الارتباك اللي كانت موجودة، وكان في الوقت ده كان لسه في مظاهرات بقى وبتاع، والناس بتقوم وتطور وعايزين زيادة في المرتبات وعايزين زيادة في كذا والكلام ده كله. طبعا يعني هنا لازم نوفق بين حاجتين، بين متطلبات الموظف عشان يعيش، بس لازم ما ننساش ان في مساهم صاحب للشركة دي هو اللي حاطط فلوسه هنا عشان يكسب، فليها تاريخ قديم الحقيقة، تاريخ انه كان الكلام على مدينة الإنتاج الإعلامي كان أكتر من الحقيقة بكتير. بمعنى بمعنى إنه السهم القيمة الإسمية بتاعته كانت 10 جنيه، فكان ارتفع لحوالي 70 واتنين وسبعين وتلاتة وسبعين جنيه. ارتفاع مش طبيعي. بس في مجموعة منتفعين باعوا. إنما في ناس تانية مساهمين في البورصة لما لقوا الموضوع بيعلى كده قال لك ده سهم واعد جدا، خد يلا خش شيله والكلام ده كله. لما حصل بقى البيع الكتير والكلام ده كله عند 70 نزل، اما انا جيت كان ب 2 جنيه و80 قرش. كان في ضغوط من المساهمين انه طب ما تاخدوا اسهم خزينه وتعدموها وبتاع عشان السهم يعلى والكلام ده كله. الحقيقه ما كانش الهدف ان انا اعمل يعني ارتفاع في قيمه السهم بدون ما يبقى فيه اصلاح مالي حقيقي. فقلنا لا، احنا هناخد الحل الاصعب. فقلنا نبتدي بالموضوع المالي ده. وانا شغال في الديون بتاعت البنك الاهلي، جالي احد المستثمرين اللي موجودين داخل مدينة الانتاج الاعلامي، قال لي دلوقتي انا كنت شاري ارض من مدينة الانتاج ودفعت فلوسها وما خدتش الارض، والبيع طلع ما ينفعش فما خدتش الفلوس وما خدتش الارض. أرض في داخل حرم مدينة الإنتاج. في ادارات سابقة في سنة 2006 2007 حاجة كده يعني، طلع في دماغهم كده قال لك احنا بدل ما احنا بنأجر استوديوهات احنا ناخد نقسم حتة الأراضي الفاضية دي ونبيعها للمساهمين للمستثمرين وهم يبنوا استوديوهات. هل هذا يصح؟ لأنه الأرض بالتخصيص على حسب برافو من عليك، أعلم. ده طبعا ألف باء مش كده، إنما يعني اتعملت خلاص. فطبعا مجلس الدولة أبطل البيع، كانوا هم خدوا الفلوس، والمؤسف ان هم خدوها ودخلوها في الميزانيات وحسبوها ارباح ووزعوا ارباح وهميه. مش بتكلم على الادارات السابقه، انما ده الواقع اللي احنا جينا لقيناه. يعني انا ما يعني مش بقول لحضرتك احنا كانت الحاجه لنفترض حسن النيه لكنها لم انما تكن اجراءات ده الواقع منضبطه. يعني اللي لما جيت انا في اخر اغسطس 2014 كان ده اللي موجود. طب يا جماعة احنا هنعمل ايه في الورطة دي؟ فكان لازم ناخد اجراءات عنيفة. طيب.